حدث كبير اليوم ممكن في تاريخ النجم الرياضي الساحلي، خلاص اخر الخطايا ان شاء الله باذن الله في اقرب الاجال رفع المنع من الانتداب. حدث لازم يمشي لاهله، والفضل فيه كان لجمهور النجم العظيم، والفضل فيه كان للجنه فض النزاعات اللي بصراحه عملوا خدمه رائعه جدا. النجم الرياضي الساحلي امتن الجمهور العظيم وللجنه هذه اللي ما قصرتش واللي عملت فتره زمنيه طويله جدا على هذه المواضيع وحلها. صراحه نجاح كبير وكبير جدا، كل الشكر من اعماق قلبي وكل من يحب الاتوال للجنة فض النزاعات. ان شاء الله النجم بعد هذا الحدث العظيم يمشي لما هو احسن بشكل كبير، وان شاء الله نتفاداو في الاجيال القريبه هالمشاكل وهالقضايا. احنا خدامين كل ما في وسعنا ان نحل هالمشاكل اللي موجوده في الوقت الحالي في النادي. الف الف مبروك لكل عشاق النجم الرياضي الساحلي، وان شاء الله بدايه موفقه في الموسم الرياضي الجديد 24-25، وان شاء الله موسم مئوية حافل باذن الله بالنجاحات الرياضيه وحتى الاحتفاليه ان شاء الله. عاش النجم الرياضي الساحلي بنساه ورجاله، عاش النجم الرياضي الساحلي وجمهوره العظيم. شكرا لكل الاحباء الاوفياء، وشعارنا في المرحله الجايه النجم هي العائله.